الفلوس راحت فين؟ كانت راقصة مصر الأولى، علاقات مع السياسيين، بصي حضرتك، بصي مع كبار القوم، يعني كان في ملايين بينحكى فيها. الجيل ده ما عملش فلوس، الجيل الكبير ده ما عملش فلوس. يعني ما عملش ليه كده؟ لانهم كانوا بيشتغلوا بكام؟ بس حياتها ومعارفها والنمط الحياة اللي كانت عايشته ايه؟ فين؟ كل حاجة. يعني الناس كلها تهيؤات لها لما بيقولوا كان معاها فلوس كتير، يعني كانت مجرد تهيؤات، ما كان معهاش حاجة. في الآخر ما كانش معاها، كان معاها اللي مكفيها انها تعيش بكرامة. ما فيش. لكن عايزه اقول لك يعني انت، هي ام كلثوم اخذت اكبر اجر خدته كان كام؟ لما غنت في الاولمبيا في باريس. هي لو سمعت الارقام اللي بتتاخد دلوقتي هناك فرق شاسع يعني. فالمساله مش كان مين بياخد 3000 جنيه 5000 جنيه، ده كان اجور.